flick it quickly. This into Vladimir play. Alfonso has got it in. بابل هاري جول النمبر 1 سجل هاري جول سجل الاري الغول هاري جول هاري جول النمبر 1 هاري بابل هاري بابل يعمل كره تنتزع الاهات هاري بابل زوي امامه اكرم زوي لعبها في اتجاه الخطير هاري بابل هاري بابل المراوغه هاري بابل هيعدي 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 already through before match day 5. Yeah, it's a very uncomfortable day. And it's even وليس الراضي على طول النصر لكن اليوم النصر لقد الثلاثاء والأروع واحد لواحد مشكور عمر إلى بابل بابل في الانطلاقة بابل 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 ليست راضي على أداء الفريق وليست راضي على مستوى فريق النصر لكن اليوم النصر يقدم ثلاثة والأروع كأس النصر كبير
محاولة تمرير أريبال يسدد أريبال. إلى حشوية لكن تصل إلى أريبابل. اللاعب الخطير الأنغولي أريبابل يحاول الدخول وإزادي يتلاعب بشكل جيد ويلعب كرة عرضية ولكن ما زالت الكرة بحوزة اللاعب أريبابل. أريبابل يبحث عن لاعب للمساندة. أريبابل يساعد أريبابل ومتابعة من محمد عزيز. أريبابل يحاول أريبابل ولكن أريبابل يدخل. تبنى الهجمة المرتدة خطيرة. بابيلك يشوف وحده مع 4-5 من الدفاعات الجزائرية. بابيل يستلم وسادة يخرج يشيل الآخر إنسان يرسل كرة في الجهة اليسرى مع النجم الأنغولي. سريع أريبابل سريع ممكن يمر ممكن يعدي. أريبابل يلعب يا سريع أريبابل عرضية في القائمة الثانية. كرة مصاري عموما الكرة عند ماني لاري. بابل عرضية موسع بشكل أكبر من الهدف. هذا فاول شوف الكرة عرضية وجول. ناري بابل في العرضية يمشي السوبر ستار يمشي النجم الانجول ياري بابل يمشي ياري بابل ياري بابل ياري بابل ياري بابل تقدم ياري بابل خطيرة من ياري بابل سالم روما. بابل يصوب بابل والهدف الاول بابل اري